مشاهدينا في جمهورية مصر العربية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لكم آخر تطورات الأحوال الجوية، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي باتت تشير إلى أن هناك سحب ركامية رعدية قوية تشكلت خلال ساعات عصر ومساء هذا اليوم وحتى هذه اللحظة في أجزاء واسعة من مناطق الوسطى، من صعيد مصر، في مناطق قريبة من الأقصر، وأيضا مناطق قنا، وأيضا حتى مناطق المرتفعات الجبلية كما تلاحظون الغربية المطلة على البحر الأحمر. جميع هذه السحب هي سحب ركامية رعدية تتسبب بهطولات غزيرة للأمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية، تؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول، كما أنها تكون مصحوبة برياح قوية تثير الأتربة والعواصف الترابية والرملية. طبعا على الجانب الآخر في مرتفعات سيناء أيضا تشكلت سحب ركامية رعدية اليوم، كما امتدت بعض السحب الركامية الرعدية إلى مناطق أقرب قربا من القاهرة في محيط جنوب القاهرة ومنطقة الفيوم، وهذه جميعها مردها إلى تأثر هذه المناطق بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي. سبب هذه الأحوال الجوية غير المستقرة هو وجود هذا اللون، وجود درجات حرارة منخفضة في طبقات الجو العليا، متصادف مع اندفاع لكتلة هوائية حارة نحو الجنوب، فبالتالي تتأثر الجمهورية بموجة حارة شديدة، سنتحدث عن درجات حرارة بعد قليل، متصادفة مع وجود هذا الهواء البارد في طبقات الجو العليا. قل ما يحدث هذا الأمر، وبالتالي هذا ما تسبب ويتسبب حاليا بحدوث حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي. خلال الأيام القادمة توقع استمرار سيطرة هذا الهواء البارد على الجمهورية في طبقات الجو العليا، مسببا بعد مشيئة الله حدوث أحوال جوية غير مستقرة سواء يومي الأحد أو حتى الاثنين. تتشتت فرص الأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب بدء ابتعاد هذا الهواء البارد، ولكن بالرغم من هذا التشدد تبقى الفرصة مهيئة لأن نرى بعض مناطق زخات رعدية من الأمطار، بما حتى فيها مدينة القاهرة التي ربما تشهد مع الأيام القادمة فرصة لزخات رعدية من الأمطار، ويتحرك كما ذكرنا هذا الهواء باردا في طبقات الجو العليا مبتعدا تدريجيا عن الجمهورية مع هذا الأسبوع. اليوم هذه الألوان تشير إلى درجات الحرارة في طبقات الجو السفلى أي القريبة من سطح الأرض، وهي طبعا درجات حرارة مرتفعة. هذه الألوان الداكنة تشير إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وهي أعلى بكثير مما هو معتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام. تقريبا شارفت درجات الحرارة اليوم في القاهرة إلى حاجز 40 درجة مئوية، مناطق أخرى في صعيد مصر تجاوزت درجة الحرارة 40 درجة مئوية، وبالرغم من ذلك هطلت الأمطار بحمد الله في هذه المناطق. لكن غدا كما ستلاحظون اندفاع كبير لهذا الهواء الساخن، إذن هذا اليوم هذا غدا باتجاه الغرب، ويغطي هواء ساخن أغلب مناطق الجمهورية قادما من الجزيرة العربية، لذا نتوقع أيضا أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتصبح الأجواء ما بين حارة إلى شديدة الحرارة حتى في القاهرة التي يتوقع أن تتجاوز بها درجة الحرارة 40 درجة مئوية. يوم الاثنين كما تلاحظون استمرار سيطرة الهواء الحار على أغلب مناطق المملكة، كذلك الأمر هو يوم الثلاثاء. توقعات الهطولات المطرية، إذن نهار هذا اليوم بدأت تشكل السحب الركامية الرعدية في ساعات الظهيرة على المرتفعات الجبلية الغربية، المطلة على البحر الأحمر أي الشرقية، ثم امتدت باتجاه مناطق وسط الصعيد وشملت مناطق مختلفة بزخات رعدية من الأمطار كما لاحظنا. تتراجع بالعادة هذه الفعالية الجوية ليلا، تصبح أكثر عشوائية وأكثر محدودية، وذلك بسبب أن هذه الأحوال الجوية غير المستقرة تتغذى أكثر على ارتفاع درجات الحرارة الذي يحدث في ساعات النهار. ولكن سنلاحظ أن غدا الأحد يتوقع أن يتكرر نفس السيناريو من جديد، تتشكل بعض السحب الركامية الرعدية فوق المرتفعات الجبلية المطلة على البحر الأحمر وقرب السويس ومناطق حتى سيناء، ثم مع ساعات العصر والمساء تمتد إلى أواسط الصعيد ومناطق أخرى. بالعادة لا تأتيها أمطار حتى في الشتاء، يعني مناطق كثير منها صحراوية بشكل كبير جدا، ومناطق وسط النيل ومناطق مثل الأقصر، وأيضا مناطق قريبة حتى من الفيوم وصول شمال إلى ربما مناطق قريبة من القاهرة، وهذه المناطق جميعها بمشيئة الله تعالى من المتوقع أن تشهد غدا مرة أخرى تكرار لنفس السيناريو، وهو تشكل لسحب ركامية رعدية التي تتسبب بهطول زخات رعدية من الأمطار، تكون غزيرة في بعض الأنحاء، تتسبب في جريان الأودية وتشكل السيول، كما تسبق أحيانا بسرعات كبيرة في الرياح مسببة حدوث بعض الموجات الغبارية في تلك المناطق. هذه توقعات غدا الأحد، وتبقى الفرصة متاحة مع ساعات الليل لكن كما ذكرنا بشكل أقل. يوم الاثنين عموما
تضعف قليلا فرص الأمطار، ولكنها تصبح كما ذكرنا تتشتت فرص الأمطار لكنها موجودة، وبالتالي يمكن أن نرى المزيد من الأمطار الرعدية في مناطق وسط الجمهورية بالإضافة للمرتفعات الجبلية المطلة على البحر الأحمر ومنطقة سيناء، وربما هناك نرى في أيضا بالقرب وقريب من مدينة القاهرة بعض من هذه السحب الركامية الرعدية بمشيئة الله تعالى. يوم الثلاثاء مرة أخرى ذات السيناريو، تقريبا المناطق الوسطى من الصعيد والمناطق الوسطى من الجمهورية أيضا من المتوقع أن تكون معرضة مع ساعات المساء لأن تشهد بعض الزخات الرعدية من الأمطار بمشيئة الله تعالى. درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، إذن هذا اليوم كان درجات تقريبا هذا اللون هو تقريبا درجة حرارة 40 درجة مئوية، قريب من القاهرة يوجد 40 درجة مئوية. بشكل عام هذه المناطق كانت تشهد درجات حرارة مرتفعة غدا، لكن لاحظوا الفرق، غدا هذه المناطق يتوقع أن تشهد درجات حرارة مرتفعة للغاية تصل في أوائل الأربعينيات، غدا في مدينة القاهرة وسط أجواء ما بين حارة إلى شديدة الحرارة بمشيئة الله تعالى. يوم الاثنين تعم معظم مناطق الجمهورية درجات حرارة مرتفعة للغاية، تتجاوز في العاصمة القاهرة حاجز 40 درجة، طقس مرهق سيكون حار جدا، ولكن إن شاء الله ستشهد بعض مناطق الجمهورية هطولا لبعض الزخات من الأمطار مع ساعات العصر ومساء ترطف هذه الأجواء. تستمر هذه الأجواء ودرجات حرارة وموجة الحر حتى نهاية الأسبوع. سنبقى معكم في طقس العرب في تغطية مباشرة أولا بأول لما يحدث بشأن الأحوال الجوية. يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية ومتابعتنا حتى على وسائل التواصل الاجتماعي. أود أن أيضا أن أقول بأن فرص الأمطار ستبقى موجودة وحاضرة وبالتالي تحتاج إلى المتابعة من يوم إلى آخر. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.